الكيفيه ديال انتقال العدوى. الكيفيه ديال انتقال العدوى هي كتكون يا اما عن طريق المصافحه، يا اما عن طريق كذلك السلام من الوجه، يا اما عن طريق العطيس. وكل عطسه عطسها الانسان الا وكيخرج تقريبا 20000 كتله، يعني 20000 كريه فازقه اللي كتكون عامره بالفيروسات. وهذه لما كتقول 20000 راه تقدر يعني تعادي بها يعني كاع دوك الناس اللي كلسين حداك. فلهذا في الوقيته اللي غادي تعطس اول حاجه تفكر فيها يكون دائما عندك مشوار وتعطس فيه وتجمعه وترميه، لان المساله ديال تعطس على لو كود انكليني هاد العطسه في هذا الشكل هذا كتخلي لي هاد لازون دائما اوميد، ولما كتكون اوميد كاين عندي ان تي بو دو لا ماتيير وليميديتي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالعيشه ديال الفيروس في هذه المنطقه كتكون كبيره بزاف، اكثر من العيشه ديالو فوق طابله جافه، واكثر من العيشه ديالو فوق شي ارض جافه. فكل ما كان المكان جاف كل ما الامكانيه ديال الانتقال ديال الفيروس او المده ديال الحياه ديالو كتكون ضيقه. ولكن الا كان في شي بلاصه اللي غتكون عطست المره الاولى والثانيه والثالثه وليميديتي كملت هنايا، بمجرد ما غنوصل للدار ديالي وننسى ما نعلمش مواليد الدار، نقدر في ذوك الهزه باش يمشي يهزوا الوليد ديالي او تهزوا الزوجه وتهزوا الوالده ممكن تنتقل. فلهذا العطسه عند سميتو الثنيه ديال اليد انا كتبان ليا من الاحسن نتفاداها، فيكون دائما عندي واحد المشوار نعطس فيه ونكمدو ونرميه في لابوبيل، او لا نكمدو نمشي في نرميه في شي بوبيل خارجيه اللي يقدر يتحط عليها بزاف نفايات اخرى وما عمر يقدر يتعرض لها انسان اخر من بعدي. اذا هذه وسيله كذلك في العطسه نعطس في ان مشوار، وفي الكحه كذلك نكح حدا مشوار. والاماكن اللي غادي نستعملها كنت طالع في لاسانسور ما نوركش انا، وخاصة نستعمل مثلا لو كود ديالي في هذا لوكا هذا، او لا نطلع للدروج في هذه الايام الحارجه، او لا مثلا في الوقيته اللي الحمد لله لي ريستو حبسوا لان كانت الامكانيه ديال ان الناس يمدوا في دوك لي بواني او يمدوا في دوك الغسالات ديال هذا ويمدوا في الفوطات ديال لي ريستو، والنتيجه تكون انتقال كذلك العدوى عبر لو كونتاكت. فهاد الامور الحمد لله بالفضل ديال التدخل ديال الدوله في ان قفلات جميع المقاهي قفلات جميع لي ريستو كان له ما له من الايجابيه في اننا نقصوا من العدوى. والحمد لله الامور راه غادا بسميتو بواحد يعني المواكبه وطنيه، وكل المغاربه انخرطوا في هذه العمليه هذه، وبالتالي عندنا امل كبير بان هاد الجائحه غادي توقف في اقرب اجل ان شاء الله، لان الحمد لله كل شيء انخرط في هذه العمليه وكل شيء وعى بالمسؤوليه وكل شيء عرف بان الخطوره كتجلى في هذه العمليه ديال الانتقال، وبالتالي غادي نكونوا من الاوائل اللي غادي يخرجوا من هذه الجائحه باذن الله.